معمر. مستني ايه يا عريس؟ ما تقدم الشبكه لعروستك. لا ايوه صحيح. عقبال عندكم جميعا. لا تقدمش يا عروسه، ما تقدمش يا عريس. مبروك يا احلام. الله يبارك فيك. مبروك يا جلال. الله يبارك فيك يا فايزه، انت صاحبه الفضل. ودي عايزه واسطه طول عمرها ماسحه البنات كلها. مبروك يا بنتي يا احلام. مبروك يا جلال، خد بالك من احلام لحسن، دي اغلى حاجه عندنا. فاهم؟ ايوه. الله، هم الفين ام العروسه. انت مستنيه ايه؟ مش تيجي؟ ما تيجوا يا اولاد تباركوا لصفوفكم. مبروك يا ولاد. مبروك يا احلام. مبروك يا احلام. ميرسي يا حبيبتي. الله، فين منير؟ ايوه فين الولد ده صحيح؟ قاعد تحت يحرس عربية شافية عشان العيال ما يلعبوش بيها. مبروك. عقبالك. متشكئين. العفو. اهلا وسهلا. انا جبتك هنا عشان نقدر نتكلم على رواقه. اتفضل يا سيدي، ادي المهر اللي احنا اتفقنا عليه. شكرا. واحنا بقى يا سيدي اجرنا شقه للحرايس وبنبيضها دلوقتي، يعني هتكون جاهزه بعد اسبوعين ان شاء الله. تقدروا بقى العفش اللي تشيلوه وتبعتوه اول باول على الشقه الجديده ان شاء الله. ربنا يسهل. اهلا وسهلا. طيب الست بتقول عايزه اوضه النوم تكون من خشب الارض ويكون معاها ست مراتب. مراتب؟ افتح لوكندا. وبتقول الصالون يكون مذهب ومكون من كنبتين واتنين فوتي وكم كرسي وست كراسي. ايوه بس مش حضرتك شايف ان المذهب دلوقتي بطل؟ يعني بقى موضه قديمه. ولا قديمه ولا حاجه، دي اوامر الست. وبتقول يا استاذ حسين عايز اوضه السفره من خشب الورد. ورد. ويكون الكراسي بتاعتها مش اقل من 10 12 كرسي. ربنا هو المدرب. بسم الله ما شاء الله، تكفي العيلتين بقى زي ما انت عارف. ربنا يزيد. ربنا يزيد. الست بقى مش تدخل لجوه معانا. والله احسن. اتفضلوا جوه. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ حسين. العفو العفو. ولد يا منير، جيب العربيه، ده بدلك اهو. بابا 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 بابا. ايه يا ولد عايز ايه؟ الحق منير بس حاجه الاوتوموبيل شفيق. يا خبر اسود، روح يا ابني شوف اي حد ينفخها باي شكل. يلا انفخها بروح. امشي. حسين بس عايز ايه؟ تعالى. عملت ايه؟ قبضت المهر خلاص. قلت لهم ان المشمع والنجف وحاجه المطبخ عليهم. لا ما قلتش. ما قلتش ليه؟ سوي عليا. سوي عليك ولا اتكسفت؟ الله، انا مش فاهم. انا يعني اشمعنى العريس هو اللي يبقى عليه النجف وحاجه المطبخ والهلل ليه؟